FM. الكلمة ليك. في العبد اللي ولي اتهام اللي هو يتجاوز حد ما من الاخلاق في العروض نتاعو. صحيح. يتهموك معناها بالحكاية. لا هما صحاح مش صحاح، ما انت تتجاوز حد. اي. اما نتجاوزهم لحد ما بالاخلاق، باخلاق كبيرة ياسر وبحب لخدمتي بحب لمهنتي بحب للجمهور. يجيوني ناس متدينين، يجيو نساب الخمار، عائلات، يضحكوا 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 ويحشموا ويقعدوا في السبيكتاكل وما يقوموش ويرجعوا يتفرجوا فيه. واليوم الببليك نتاعي موش اربعه اولاد صغار ادوليسون يحبوا يسمعوا كلمه خايبه، من الانواع الكل، من الانتلكتويل للمثقف للطبيب للمواطن العادي والمشقاري، ويفهموا لو ميم سكتش يضحكوا عليه خاطر فيه دي بروفوندير. تحب تفهموا انت كلام زايد هكا وفهموا كلام زايد هكا، تحب اما عمرك ما تسمعها الكلمه الزايده من عند في العدل، نوصلك انت تقولها في مخك. هاي خدمتي، هاي مان موجوده معنا، موجوده في مخي في مخك، موجوده في المجتمع. جو نو فيك سوجيري، نوصلك لا بروف. ما فما حتى قضيه ضدي، ما فما حتى واحد ينجم بالرسم يقول قال كلام زايد، يتوهموا ولا يحبوني نقول كلام زايد، ولا هو قال وما ينسيون با. انا وصلتك ليها سي فري، خدمتي هذيك مهنتي، انت قلتها في مخك تحب تتخلص من الذنب نتاعك، تقول لي لا هو. هذيك امور البسيكولوجيه مش ندخل فيها انا، ذاك سي تون بروبليم يفو لو ريزوت. سورتو كو فما بروفوندور في الحكايه، حتى كي توصل لهذاك فما شيء الضحكه تجيب ليش بروفوندور. فما علاش حتى ولو انت حتى ولو انت ماكش عاملها بالعاني، هي خرجت منك تلقاها تخدمت وفما ماتوريتي نتاع عمر كامل ونتاع مجتمع ونتاع كولتور كامله، خلاتك اليوم انت تقول نكته كان حلوها تنلقاو فيها دي بروفوندور بسيكولوجيك، فيها تمرد على المجتمع، فيها فيكو، فيها مشاكل كبار ياسر، فيها عقد. لكن هو اللي يخلي اليوم الجمهور التونسي يرجع لي يروح سعيد، اللي جامي ديسو يروح سعيد. كابافان الكلمة ليك.